اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات اردنية. رحبوا معي بضيفتي لهذه الحلقة مديرة روضة الارامل الصغيرة ميس عوض. بداية السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا فيكم حبيبتي. اهلا فيكي. في البداية تعرفيني وتعرفي السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. طبعا اهلا وسهلا فيكم في روضتنا روضة الارامل الصغيرة. معكم مديرة الروضة ميس عوض، خرجت جامعة الهاشمية دارسة ماستر لينغويستكس، مسكت إدارة روضة الأنامل الصغيرة بال 2021 ومستمرة لغاية الآن. بالتوفيق. بس تعرفينا أكثر على أهداف روضة الأنامل الصغيرة؟ طبعا أكيد تهدف روضتنا إلى إعداد جيل قيادي متميز أكاديميا وقيميا من خلال كوادر مؤهلة بخبرة طويلة في مجال تدريس رياض الأطفال. نعم، بس تعرفين أكثر على البرامج المنهجية ولا منهجية اللي بتقدموها عندكم على الأطفال؟ بنوفر التدريس عن طريق البرنامجين ناشونال وإنترناشونال. هلأ من ناحية البرامج اللامنهجية نشتغل على تقويم شخصية الطفل، على تقوية شخصيته بحيث يواكب المراحل القادمة بكل سلاسة وسهولة ونجاح إن شاء الله. منعلمهم عن طريق اللعب والأنشطة أكيد. بنشتغل دائما إنه يكون في أشياء ترفيهية بحيث يكونوا مستمتعين بالروضة. نعتمد كتير على إنه يطلع الطفل يقرأ بطلاقة سواء اللغة العربية أو الإنجليزية. مندرسهم نتميز هون بتدريس القاعدة النورانية تحفة البنيان، نعطيها بشكل فردي لكل طالب لحاله بحيث يتعلم نطق الحروف من مخرجها الصحيح وكيفية القراءة بالطريقة السليمة. بالإضافة لأكيد حصص conversation بحيث يكون عندهم طلاقة باللغة الإنجليزية. نعم. شو أكتر إشي عم بيميزكم عن رياض الأطفال التانية؟ هلأ منتميز إنه نحنا ما بنشتغل فقط على تدريس أكاديمي للطفل، لا بنشتغل على انه نقوم شخصيته مثل ما خبرتك بحيث يطلع قيادي متميز واثق من نفسه. بنتميز بالاضافه لانه بنخرج كل طلابنا عندهم طلاقه بالكتابه والقراءه باللغتين العربيه والانجليزيه. طبعا بنستخدم الطرق الحديثه بالتعليم مثل السمارت بورد بحيث انه الطفل يواكب العصر اللي نحن متواجدين فيه حاليا، لأنه صار إشي مهم إنه يتعلم على أشياء التكنولوجيا وصارت شيء أساسي بحياتنا. نتميز هون بساحاتنا الواسعة، بصفوفنا الكبيرة، كل صفوف فيها تهوية جيدة، متوفر فيها مكيفات وكاميرات مراقبة بحيث يكون الطفل بأمان ويكونوا الأهل مطمنين عليه. أكيد من الأشياء اللي بتميزنا كمان توفير بيئة آمنة للأطفال، منحافظ دائما على النظافة والتعقيم الدوري لكل الفاسيليتيز بالروضة، وهذا الشيء أكيد مهم بحيث يكون الطفل مرتاح بالبيئة اللي هو فيها لأنه بيقضي معظم وقته هون. نحن بنوفر ساعات انتظار للطلبة بعد دوامنا الرسمي. دوامنا الرسمي بيستمر للساعة 12:30، بعد ال 12:30 عندنا خدمة انتظار للساعة 5:30. فهذا الشيء أكيد مهم إنه يكون البيئة الطفل متواجد فيها نظيفة معقمة، ومثل ما خبرتكم قبل صفوفنا واسعة بحيث نعمل أنشطة وأكتيفيتيز بفترة الانتظار يستمتع فيها الطفل ويعبي وقته بأشياء مفيدة له. نعم، بس تحكي لنا شوي عن أهم المشاكل والمعوقات اللي أنتوا عم بتواجهوها برياض الأطفال. هلا الحمد لله ما بنواجه معوقات او مشاكل بشكل كبير. اي شيء بنواجهه بنعتبره تحدي بحيث نشتغل اكثر ونطور من حالنا اكثر. نعم. لمين بتحبي توجهي رساله شكر عبر برنامجك؟ اكيد بشكر الإدارة العامة لروضة الأنامل الصغيرة السيد احمد زكارنة على ثقته فيا واختياري باني استلم اداره الروضه، وان شاء الله دائما بكون قد هاي الثقه. وبشكر كادر روضة الأنامل الصغيرة، بشكر معلماتنا ومساعدات المعلمات، بشكر اللي بيشتغلوا على تنظيف وتعقيم الروضة أكيد، بنشكر أهالي طلابنا على ثقتهم فينا اختيارهم روضة الأنامل الصغيرة بحيث يبدأ فيها الطفل أول خطوات حياته سواء من ناحية أكاديمية ومن ناحية أنه نشتغل على شخصيته. نعم. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع روضة الأنامل الصغيرة؟ تحكي لي أكثر عن موقعكم وشو هي طرق التواصل معكم؟ هلأ نحن موقعنا بعرجان قرب مستشفى الريال شارع بطرس البستاني. فيهم يوصلون عن طريق السوشيال ميديا، صفحتنا على الفيسبوك روضة الأنامل الصغيرة، على الإنستغرام Little Fingers روضة الأنامل الصغيرة. بالإضافة إنه فيهم يلاقوا اللوكيشن على جوجل ماب روضة الأنامل الصغيرة. شكرا لك.
يا أهلا فيك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن نشكر المديرة الفاضلة ميس عوض على حسن استضافتها لنا، وعلى أمل لقائكم مجددا. نورتي شاشتنا. تسلمي حبيبتي، أهلا فيكم، شرفتونا.